أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة يقول: هل الخروج لمدة أشهر أو أسابيع أو أيام كما تفعله جماعة تبليغ السنة أم بدعة؟ وهل يجوز الخروج مع هذه الجماعة إذا كان الشخص متعلما العلم الشرعي؟ هذا لا يجوز، هذا بدعة. هذا الخروج اللي هو 40 يوم أو 4 أشهر، 4 أيام أو 40 يوم أو 4 أشهر، هذا بدعة. وهذه جماعة صوفية معروفة، يعني ثبت أنها جماعة صوفية للديوبنديين، تسربوا إلى بلادنا وغيرها لأجل أن ينشروا الصوفية. فلا يجوز لصاحب السنة وصاحب التوحيد أنه يخرج معه، لأنه إذا خرج معهم أعانهم على نشر البدعة، واحتج الناس به، قالوا فلان خرج معهم أو الناس خرجوا معهم أو في البلد، يجب أن يرفض هؤلاء، يجب أن يرفضوا ولا يلتفت إليه، لأجل أن يرجعوا ببدعتهم إلى بلادهم ولا ينشرونها بيننا. ولا يقول الإنسان: أنا أخرج معهم من أجل تعليمهم. هذه حيلة، هم ما يقبلون التعليم، هم ما يقبلون التعليم، لأنهم أصحاب مبدأ وأصحاب منهج، هم جاءوا ليعلموك، ما جاءوا يبون يتعلمون منك، جاءوا ليعلموك صوفيتهم ومذهبهم، ما جاءوا ليتعلموا منك. لو كانوا يريدون التعلم لجلسوا على العلماء في المساجد وقرأوا الكتب. هذه مغالطات، لا يجوز الانخداع بها.